السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبوا هذا الفيديو. مستجدات جديدة بخصوص تدخل ووساطة أمير خليجي في قضية الدعوة القضائية اللي كان رفع محمد الترك على الطريقة ديالو اللي هي المغنية الحمزاوية بخصوص الحضانة ديال البنات ديالها، واللي كانت كتعارض بشدة سواء هي او العائله ديالها، خصوصا الام ديالها اللي اكدت مؤخرا ان رؤيه البنات ديالو فهو كيبقى حلم لهذا الطريق اللي هو محمد الترك. واليوم كيتفاجئوا بهذا التصريح والخرجه اللي خرج بها محمد الترك بخصوص هذه القضيه ديالو. فالمكالمه الهاتفيه اخواني اخواتي اللي كانت تمت فعلا بين امير خليجي ومسؤول من جهات العليا من المغرب، فهي كانت كافية لعودة الأمل للطليق ديال محمد الترك لرؤية البنات ديالو. هذا والأنباء المتداولة تؤكد أن الطليق المغنية سوف يعود للمغرب مع نهاية هذا الشهر. فبالفعل إخواني أخواتي، كل الرأي العام كيتساءل أن ما وقع للطريق ديالها هو بسبب تعنت ديال هاد المغنية، وأنها ما حملاش يدخل المغرب نهائيا. إلا دخل المغرب فغتحاول أنه يعني دير شي مكيدة باش تدخلو للسجن، لأن موعده أنه غيدخل للسجن، ولكن بهاد الوساطة فالسيد غيدخل بأمن وأمان إلى بلاد المغرب وغيشوف بلاده، وبالتالي غيربحوا هذه الورقة اللي هي رؤية البنات ديالو. لأنه فعلا هاد البنات إخواني أخواتي راهما يعني هذه مدة وهما فاقدين ديك الأب ديالهم، يعني ديك الأبوة. فبعد ما كان وضع محمد الترك يعني واحد دعوة قضائية ولا شي يعني لدى محكمة الأسرة من أجل مطالبته بحضانة البنات ديالو أو رؤية البنات ديالو، وهنا في كانت حكمة المحكمة على أساس الحضانة غتبقى يعني لصالح المغنية. وهنا فين أثار الغضب ديال هاد محمد الترك واللي خلاه يعني يرفع واحد الشكاية أخرى ولا دعوة قضائية أخرى للطلب أو للنظر في هاد الملف مرة أخرى، واللي كان دار واحد توكيل واحد المحامي باش ينظر لهذا الملف، وبالتالي يعني يكسب واحد المكسب اللي هو رؤية البنات ديالو ولو غير يشوفهم. وهذا الشيء اللي خلى المغنية دائما تعنت، دائما يعني دائما السيدة كتحاول أنه تقصيه من جميع النواحي، يعني ما يشوفش البنات ديالو نهائيا. وهذا الشيء اللي خلى أنه كيخرج في عدة لايفات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيعلن أنه حالف أنه غيجي المغرب وغيشوف بناته. وبالفعل الكلام ديالو اللي كان يتكلم فيه فهو وعد به، وهنا فعلا هاد التدخل ديال هاد الامير وهاد الوساطه اللي تمت مع مسؤول من السلطات العليا في القضاء، وهنا فين غيخلي انه يجي المغرب بامن وامان يعني يشوف اولاده. بالمقابل المغنيه اخواني اخواتي، والاخبار اللي كانت متداوله مؤخرا اللي كتقول انها يعني هاد المغنيه كتحاول انها تخرج يعني الى خارج الوطن لاسباب عديده. اولا بسبب المشاكل اللي عانتها يعني مع العشيق ديالها التطواني، واللي كانت مصطلح فعلا تمصطلح مع العائله ديالها يعني والحياه ديالها يعني رجعت كما هي، يعني الناس تصالحوا. وحتى ديك الشكايه اللي كانت رفعت ضد العشيق وحتى هو كان رفع الشكايه ضدها، فتم تنازل على هاد الشكايتين وبالتالي رجعت الحياه ديالهم كما هي. ولكن الغريب في الامر في هاد يعني هاد الفترة بعد ظهور المفاجئ ديال هاد محمد الترك الموقع التواصل الاجتماعي وعلن الخبر ديال هذيك المكالمة اللي كان سابقا قال ان واحد المكالمة غتوصلني يعني من واحد مسؤول، وهو فعلا المسؤول اللي هو امير خليجي هو اللي توسط في هاد القضية. المغنية اخواني اخواتي اللي كتحاول بشتى الوسائل بشتى الطرق باش تحصل على الجواز السفر ديالها من اجل الخروج، يعني باش تخرج خارج ارض الوطن، والمطالب يعني بواحد السبب اللي هو ربما غتعرفوه انها بغات تمشي لتركيا من اجل العلاج
هذا بسبب الدعوة اللي كانت يعني رسلتها لي واحد السيدة اللي هي طالونين معروفة في تركيا يعني في تجميل الأسنان يعني باش تقاد لأسنانها. فاليوم كذلك هذه المغنية اللي مشات فات الصباح بالضبط القنصلية يعني بمدينة الدار البيضاء بالضبط باش تلقى الحل ديالها من اجل السياحه. مطالبه واحد السياحه ربما يعطوا واحد بيرميسيون باش تخرج يعني تمشي لهاد الدوله تركيا من اجل يعني العلاج وكذلك السياحه ودي معها بناتها. ولكن هي الخطه اللي بغات تقوم بها انها غتمشي ما تبقاش ترجع. هذه الخطه اللي كامل الجميع اكتشف ان هاد السيده ما بغاش ترجع نهائيا للمغرب لانها حالفه بحلوف ان هاد الطريق ديالها يعني ما يشوفش البنات ديالو. ولكن الحقيقه اخوان اخواتي واللي كتعترض يعني هاد المغنيه واللي ما يخليهاش فعلا انها تمشي هو هذاك الجواز السفر ديالها. كما تعلمون اخوان اخواتي هذاك الجواز السفر ديالها اللي مازال رهنا يعني النيابه العامه او المحكمه يعني خذوا لها الجواز ديالها منعوها يعني باش ما تخرج خارج ارض الوطن لانها متابعه في واحد القضيه اللي هي قضيه يعني خطيره وخطيره جدا هي الحساب حمزه مومبي ومازال ما تمش الحكم عليها. فالمحامي ديالها لياكد لها فعلا انه لا يمكن يعني السحب الجواز ديالها الا في واحد الحاله الوحيده هي الحصول على البراءة. وهذا اللي هو مستحيل مستحيل إخوان أخواتي أنها تحصل على البراءة إلا تمت المحكمة وعلت على البراءة. فمعنينا إلا نقولوا إن لله وإن إليه راجعون لهذا القضاء لأنه كيتبين لنا فعلا أن المحكمة يعني راه مازال باقين مسؤولين كبار كيحميوا هذه المغنية مازال مسؤولين كبار كيحميو هاد المغنية. فكبش الفداء الوحيد اللي تم يعني القبض عليه وتم المحاكمة ديالو بخصوص الحماية المغنية اللي هو رهن الاعتقال لحدود الساعة اللي كشف مجموعة من المستجدات اللي هي خطيرة جدا وكشف عن أسماء ديال القضاة اللي كان كيحميو هاد المغنية. وراكم عارفين القصة ديال هاد القضاة اللي كانوا كيتجمعوا في واحد النادي كلوب يعني راكم عارفين بزاف المسائل اللي كانوا كيمارسوها. وهذا الشيء ديجا على اللسان الدكتور رشيد العمارتي اللي كشف المستور وهذا دليل على هناك فساد ديال القضاء. كذلك المغنية اخواني اخواتي دي دائما كتفاجئنا يعني بشي ممارسات اللي هي ربما تثير بعض الاندهاش خصوصا مهاجمتها واحد القناة اللي هي شوف تي في وخسرت لهم ديك الميكرو. هذا يكفي وكيدل وكيعني انها محمية من طرف مسؤولين بعد ما يعني السيدة مشات بامان مشات للمستشفى على اساس درت شهادة طبية على اساس انها يعني تهجموا عليها الصحفيين. كذلك السيدة اللي مازال كتحلم انها غتحصل على البراءة وهذه اللي غيكون مستحيل جدا انها ما تحصلش على البراءه نهائيا. فاليوم امام هذه الاصلاحات اللي كنت طالب بها صاحبي جلال بخصوص يعني اصلاح القضاء من الدرجه الاولى هذا الشيء اللي غيخلينا اننا نضروا هذا الملف ديال حساب حمزه مومبيبي والملف ديال هذه المغنيه لطالما اننا كنتظروا القضاء ينصف جميع هذوك الضحايا ديال هذا الحساب وكذلك يعني يفتحوا ديك التحقيق يعني اللي هو ملف ديال وئام الدحماني. اخواني اخواتي نكتفي بهذا القطر في انتظار ما هو جديد. فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالبارطاج ديالكم لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.